أهلا بحضرتك. من كام يوم كنت بتفرج على التلفزيون وكان شغال مسلسل هوانم جاردن سيتي. حقيقي المسلسل ده أنا بحبه جدا لأنه واحد من كلاسيكيات الدراما المصرية واللي حقق نجاح كبير من بداية عرضه، ومهما شفناه نحب نشوفه تاني وتالت بنفس الشغل. وأنا بتفرج جه في بالي حي جاردن سيتي اللي المسلسل واخد اسمه، وبدأت أسأل طب إيه حكاية جاردن سيتي وليه اتسمى بالاسم ده؟ ولما دورت عرفت الحكاية كلها. واسمع مين الحكاية وما فيها. بتقول إن حي جاردن سيتي واحد من أرقى الأحياء الموجودة في القاهرة واللي ليه رونق وجمال خاص، وخصوصا إنه بيطل على النيل. زمان شوية كان حي جاردن سيتي منطقة مش معروفة قوي، وكانت مية النيل ملياها. فلما جه السلطان الناصر محمد بن قلاوون أيام المماليك حول المنطقة دي لميدان وسماه الميدان الناصري، وبدأ يغرس فيها أشجار كتيرة وشق طرق وسط المية وعمل جناين وعمل فيها كمان عروض للخيول اللي كان بيربيها. وبعد كده اتسمت المنطقة بجزيرة أروى، وقالوا عليها برضو الجزيرة الوسطى، لحد ما اتسمت بمدينة الحدائق أو زي ما قالوا عنها بالإنجليزي جاردن سيتي، وفضل ده اسمها لحد دلوقتي. المهم إن لما جت الأسرة العلوية أسرة محمد علي اتبنى في المنطقة القصر العالي، وده اللي بناه إبراهيم باشا ابن محمد علي سنة 1820 بين شاطئ النيل وشارع القصر العيني. ولما جه الخديوي إسماعيل أمشار المنطقة كلها بكل اللي فيها، وقرر أنه يبني فيها سراي الإسماعيلية، وأن المنطقة دي تكون مخصصة للطبقة العليا في المجتمع. ده حتى خصص المنطقة دي أنها تستقبل الأجانب وقت افتتاح قناة السويس. وفعلا بدأ في تصميم حي جاردن سيتي بحيث تكون شوارعه دائرية، واتبنى الحي على طراز المدرسة الإنجليزية في تخطيط المدن، واللي بتعتمد زي ما قلنا على التخطيط الدائري اللي بيبدأ وينتهي على شكل شوارع دائرية بحيث أن نقطة النهاية تلتقي عند نقطة البداية. واتبنى في المنطقة مجموعة من الأصول، يعني نقدر نقول أن جاردن سيتي كانت عبارة عن ثلاث أصول كبيرة كلها بتطل على النيل، وكل قصر ليه حديقة كبيرة، والقصور دي هي القصر العالي وقصر أحمد باشا أخو الخديوي إسماعيل وقصر سراي الإسماعيلية. يلا سمي يلا لمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. ولما الإنجليز احتلوا مصر في عهد الخديوي توفيق خلوا حي جاردن سيتي مقر للجالية البريطانية، وخصوصا بعد ما استقر المندوب السامي البريطاني في قصر الدبارة اللي كان في الأساس قصر الأميرة أمينة زوجة الخديوي توفيق. ومر الزمن لحد ما وصلنا لبداية القرن العشرين، وقتها بدأت الطبقة الغنية تسكن في حي جاردن سيتي لحد ما خرج الإنجليز منه خالص وبقى الحي للمصريين، واتبنى فيه قصور وعمارات على مختلف الأشكال. وسكن في حي جاردن سيتي شخصيات معروفة كتيرة زي مصطفى النحاس ونجيب محفوظ وليلى مراد توفيق الحكيم ونادية لطفي وغيرهم من الشخصيات المعروفة. وجاردن سيتي فيها السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية والسفارة الإيطالية، وفيها كمان قصر ثقافة السينما والتابع لقصور الثقافة واللي تأسس سنة 1989، وبيضم دور أرضي في بلاتو وغرفة التحكم بالتسجيل الصوتي وأربع مكاتب إدارية وغرف خدمات، والدور الأول متقسم لقاعتين والدور الثاني في مكتبة عامة وقاعة سينما، وفي على سطح القصر قاعة سينما صيفية بتقدم برامج ثقافية مختلفة من عروض سينمائية وعروض فنية وحلقات بحثية ودورات تدريبية وندوات. وللأسف اتقفل القصر الفترة، بس الفترة الأخيرة تم ترميمه وافتتحه مرة تانية بتكلفة تقريبا 29 مليون جنيه، وتطور القصر بالكامل وتزود بكل وسائل الحماية المدنية. واسمع مني يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. دي كلمات تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي اللي كتبها الشاعر الكبير سيد حجاب. حقيقي تاريخ مصر وماضيها بيحكي لنا عن عظمة بلدنا، بيحكي لنا عن كل شبر فيها، وهتفضل مصر محافظة على تاريخها وأرضها وروايح الزمن الجميل الموجودة فيها. هتفضل مصر أم الدنيا وقد الدنيا كلها. بشكر حضراتكم واسمع مني داليا الخطيب.